النهارده احنا في الكوميديا السوداء. اللي حصل من اتحاد الكوره امبارح هو فيلم عربي قديم. فيلم عربي قديم. وانا سميت شهر 8 قبل ما اعرف جدول مباريات الزمالك في شهر 8، وبعيدا عن النادي الاهلي علشان ما حدش يربط ده بده، فيلم عربي قديم متكرر بنتفرج عليه كل مره مع اتحاد الكوره المصري ايا ما كان مين المسؤولين اللي ماسكين فيه. يعني اتحاد الكوره مع الكابتن سمير زاهر الله يرحمه، او مع الاستاذ جمال علام ربنا يديله طول العمر، او مثلا مع الكابتن هنا بوريدة، او مع الاستاذ عمرو الجنايني، او مع الاستاذ احمد مجاهد. تتغير الاشخاص والفيلم واحد، تتغير الاشخاص والشخصيات والفيلم واحد والبطل واحد، ولازم يكون البطل واحد. مفيش ابطال غير ابطال مساعدين، انما في الفيلم العربي لازم يكون بطل الافيش واحد، والبطل في الكوره المصريه لازم يكون واحد. وانتوا عارفين طبعا الفيلم العربي القديم اللي لازم يكون فيه البطل المصري اللي فيه يكون بطل واحد. اما بالنسبه للادوار اللي موجوده في الفيلم فهي متعارف عليها انها ادوار بطوله مساعده، ادوار تانيه، ادوار تالته، وكمبارسات، منهم الكمبارس المتكلم والكمبارس الصامت، ده في الافلام العربي. انما البطل المصري الواحد اللي لازم يكون موجود احنا كلنا عارفينه. مين بيرعى ان يبقى فيه بطل مصري واحد؟ المخرج. مين هو المخرج؟ هو اتحاد الكره المصري. طبعا انا كلامي مفهوم ومفهوم انا بتكلم ازاي. اذا المخرج في السينما المصريه الكرويه هو اتحاد الكره المصري، هو المخرج. يجيب بقى منتج مثلا من وكاله هنا او من حكايه هنا او من شركه ما راعيه هنا ولا هنا، مش مشكله، الانتاج موجود، انما الاخراج هو المهم. احنا لازم نخرج ولازم نعمل شويه مقالب وشويه كوميديا تضحك الناس وشويه دراما تضايق الناس وتعيطهم، انما في الاخر هنعمل لكم فيلم حلو. والفيلم ده متكرر كل سنه اي مكان مين الشخصيه اللي بتدير اتحاد الكوره. حذرت قبل كده من مباريات دور عفوا شهر 8 شهر اغسطس، وقلت لكم ان بالنسبه لنادي الزمالك عنده شهر انا سميته امبارح وانا بتفرج على جدول المسابقه شهر الهلاك. ده اسمه شهر الهلاك مش شهر 8. في شهر 8 الدنيا بتبقى حر، بالنسبه لعيبه الزمالك شهر 8 الدنيا هتبقى جهنم. هيبقى نار الله الموقده بالنسبه لعيبه نادي الزمالك، ليه؟ انت بتلعب شهر غريب جدا، وكأن اتحاد الكرة المصري لو الزمالك مثلا يعني شبه نجا من مقلب شهر 6 اللي فات، اعتقد كان شهر 6 اللي فات، مع مباريات الجونة والاسماعيلي المباراة اللي اتحشرت في النص ديت، مع مش عارف ماتش ايه وماتش ايه وماتش ايه، الزمالك عدى، بس برضو حصل المراد من رب العباد، ده اتحاد الكرة يعني، ان ماتش الجونة تم المطلوب، ان الزمالك اتكعبل في ماتش الجونه وفقد النقطتين. وكانه فيلم عربي بيفكرني برضو بالسنه اللي قبل اللي فاتت لما حصل ايضا سنه الكونفدراليه وماتش الجونه وماتش الحرس وماتش المقاولين والانتاج الحربي، وازاي تتحشر الماتشات وسط المسابقه. طبعا النادي الاهلي السنه دي اتحاد الكوره عامل الواجب والزياده كاتحاد وطني بيساند النادي الوطني اللي بيلعب في البطوله الافريقيه، فنفضي الساحه للنادي الاهلي ان هو يلعب براحته جدا خلال البطوله، ووفر له كل اسباب النجاح والتفوق امام الترجي وامام سان داونز. انما النهارده اتحاد الكره اللي فات لو تفتكروا المقالب ما كانتش بتقف مع نادي الزمالك، وكان ساعتها لما كان رئيس نادي الزمالك السابق الاستاذ مرتضى كان بيتكلم على ان ما ينفعش ولازم الماتش ده يتاجل ومش عارف ايه وهنروح برج العرب وهنرجع تاني، كانت الناس بتتهم ساعتها رئيس النادي وقتها بان هو صوته عالي وانه بيعترض وانه بينفعل وانه بيتعصب. النهارده مع الفيلم العربي القديم اللي متكرر بنتفرج على رئيس نادي الزمالك الحالي او رئيس اللجنه التي تدير نادي الزمالك الحالي مجازا، يعني انا بقول رئيس النادي هو رئيس لجنه تسيير الاعمال في نادي الزمالك وهو الكابتن حسين لبيب، بيطلع برضه بيان بيرفض فيه الفيلم العربي المتكرر دوت، وبيقول ما ينفعش العب ماتش اسوان يوم 9/8 وتحشر لي ماتش في الكاس وسط معمعه الدوري.
ازاي وليه والمصلحة مين؟ اسمي مادلين حنة، سني 29 سنة، كان وزني قبل العملية 155 وبعد العملية وصلت 100 خلال سنة. كان عندي مشاكل كتير في ارتجاع في المريء وفي التنفس وفي الحركة، ودكتور كريم ساعتها اختار لي تحويل مسار، ومن ساعة العملية وانا صحتي بقت احسن وبقيت عارفة اتحرك اكتر وعارفة اشتغل احسن، وباخد الفيتامين والكالسيوم بتاعتي بصفة مستمرة، وصحتي دلوقتي بقت افضل كتير عن الاول طبعا. وانا بشكر دكتور كريم جدا عشان هو اللي مختار لي عملية تحويل المسار، كانت افضل كتير ليا عشان ارتجاع المريء اللي كان عندي، ودلوقتي بقت احسن كتير عن الاول، فشكرا دكتور كريم.